الشهب هي كتل من الأحجار والصخور مختلفة الأحجام، فمنها الصغير ومنها الكبير، تسبح في الفضاء حول الأرض بسرعة كبيرة جدا، وعندما تدخل المجال الجوي للأرض فإنها تحترق نتيجة لاحتكاكها بالهواء، وتحدث وميضا وضوءا لامعا في السماء يشبه سهما ناريا وكأن له ذيل، يظهر لثوان قليلة ثم يختفي سريعا. لا تسبب الشهب أي أضرار للإنسان لأنها تحترق على ارتفاعات عالية جدا فوق سطح الأرض. أما عن بقاياها فإنها تتناثر في الغلاف الجوي على هيئة رماد دقيق. ومن وظائف الشهب أن الله تعالى جعلها تحرق الشياطين الذين يقتربون من السماء لكي يتجسسوا على أهلها، فقد كانت الشياطين تصعد إلى السماء لكي يستمعوا ما يدور بين الملائكة من حديث، ثم ينقلونه إلى السحرة الأشرار فيضلون به الناس ويخدعونهم، ولكن الله عز وجل يرسل هذه الشهب على هؤلاء الشياطين فتحرقهم وتهلكهم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ورأفته بهم، فسبحان الله العظيم.